صباح الخير يا دينا، برحب بيكي وكل مشاهدي صباح الخير يا مصر في جولة مرورية جديدة. النهاردة احنا بنتفقد فيها الطريق الدائري، وللحقيقة بيشهد نوعا ما من الكثافة، نقدر نقول من متوسطة لكبيرة إلى حد ما في بعض المناطق، وتحديدا احنا على الطريق الدائري في اتجاه منطقة المعادي. وخليني استعرض معاكي بشكل مباشر الصورة من على أرض الواقع من خلال زميلي المصور اللي هيبدأ يظهر لنا الحركة المرورية في المنطقة اللي احنا متواجدين فيها، وتحديدا واحنا فوق النيل حاليا. احنا متواجدين فوق النيل مباشرة، على يميننا طبعا هتكون منطقة المعادي، وباتجاهنا بشكل يعني طوالي هنبقى واصلين لامتداد التجمع الخامس. زي ما حضراتكم ملاحظين في كثافة كبيرة، ويمكن سببها واضح لينا بسبب الإجراءات اللي بتتم على امتداد الطريق الدائري لتطويره ورفع كفاءته. لاحظنا يا دينا انه في مناطق كتيرة جدا في الطريق الدائري بيتم توسعتها وإضافة حارات مرورية جديدة واستحداثها طبعا لتوسيع الحارات المرورية اللي في الطريق الدائري، ويعني توفير أكبر قدر ممكن من المساحة اللي تقدر تسهل على الحركات أو حركة العربيات بشكل يسير. ويمكن واضح على يميننا دلوقتي بشكل مباشر، والكاميرا هتجيبه لحضراتكم، توسعة كبيرة جدا ملحوظة بتتم في المنطقة اللي احنا متواجدين فيها، والتوسعة دي مباشرة فوق النيل، وهيكون امتدادها كمان لمنطقة المعادي علشان يتم توسيع الطريق الدائري. فيمكن الإجراءات والإصلاحات اللي بتتم وهذه الأعمال الإنشائية اللي بتتم طبعا بشكل كبير وضخم، واللي بتاخد طبعا مجهود ضخم وكبير، يمكن شغلة شوية بعض الأماكن اللي بتؤدي إلى وجود بعض الكثافات، بالإضافة كمان دينا لعدد من الأماكن اللي بيتم رصفها على الطريق الدائري كمان لرفع كفاءته والإعادة رونقه لتسهيل وتيسير الحركة المرورية بشكل كامل لكل السادة يعني قائدي السيارات والمركبات المختلفة. فيعني نقدر نقول بشكل عام يا دينا الحالة المرورية على الطريق الدائري في الاتجاه اللي احنا فيه فيها يعني تفرق ومتوسطة الكثافة، في بعض المناطق اللي بتشهد سيولة مرورية، وفي بعض المناطق اللي بتتوقف عندها أحيانا الحركة المرورية بسبب الإنشاءات اللي ذكرناها. لكن فيما عدا ذلك إلى حد كبير الاتجاه كمان اللي جاي من التجمع الخامس ومن دار السلام وأثر النبي وغيرها من المناطق المختلفة باتجاه المريوطية إلى حد ما فيها سيولة مرورية ملحوظة. عودة ليك يا دينا مرة تانية. بشكرك يا مينا، وطبعا زي ما انت قلت كده الكثافات في منطقة محددة اللي فيها إصلاحات، واحنا متابعين معاك على جوجل مابس انه حتى الجزء اللي فيه اختناق جزء صغير وهيبقى على طول فيه سيولة مرورية بعد ما تعدي من الحتة دي. وطبعا انت عارف بقى يا مينا احنا انا بفرح شخصيا لما الاقيك في حتة زحمة، يعني لازم تشوف الزحمة. بشكرك يا مينا مرة تانية.